يقول السائل: هل يوجد حديث ما معناه إذا قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى ثقة الله؟ الحديث الصحيح أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذا هو الحديث الصحيح، وذلك لأن القرآن على 3 أقسام، على 3 أقسام. القسم الأول قسم التوحيد والعقيدة، القسم الثاني قسم الأحكام من الحلال والحرام، والقسم الثالث قسم الأخبار، أخبار الله عن الأمم الماضية وعن الأمم المستقبلة وعن ما يكون في آخر الزمان وما يكون في يوم القيامة، أخبار ذكرها الله سبحانه وتعالى. سورة الإخلاص بالنوع الأول التوحيد، سورة الإخلاص من القسم الأول وهو التوحيد، لأن الله جل وعلا قال فيها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي في صفات الله وتوحيده، فهي في القسم الأول، فلذلك صارت تعدل ثلث القرآن. نعم.